أكاديمية الفنون السينمائية والتلفزيونية البريطانية. أحد الفائزين بهذه الجوائز هذا العام المخرج العراقي الشاب يوسف الخليفة. يوسف مبروك الجائزة. تسلم، شكرا. يوسف لو تحدثني عن فكرة الفيلم. I worked with my writer Sarah Woolner at the film school. لقد عملت مع الكاتبة سارة وولنر على أفكار مختلفة، بعضها كان جدي جدا وبعضها ساخر، ولكن عندما وصلنا لمرحلة متقدمة أخبرتها بأن الفيلم يجب أن يكون عن موضوع الوحدة، والكثير من الناس يتعاطفون مع هذا الموضوع لأنهم أكيد شعروا بالوحدة في مرحلة ما من حياتهم، وهذا ما أردته، فكرة تمس الكثير من الناس وتتفاعل مع الجمهور. لماذا السمك؟ لماذا الأسماك؟ مع كل الأفكار التي خضنا فيها ذكرت للكاتبة أنني حينما أتخيل الفيلم يخطر في بالي السمك، ولهذا صار السمك محورنا الرئيسي. يوسف حدثني عن الصعوبات التي واجهتها. لابد أنك واجهت صعوبات تقنية. الصعوبة الأهم أن المسألة تحتاج وقتا طويلا جدا، وصعوبة إيجاد مساعدين لعملية التلوين، وكم شخص نحتاج. ومع اقتراب موعد تسليم الفيلم كنا احتجنا للكثير من المساعدين لإنجاز مهمة تلوين الرسوم، لكن فيما يخص القصة الصعوبة الأبرز كانت كيفية جعل المشاهد يتفاعل مع قصة الحب التي تجري أمامه في خلال 10 دقائق فقط. ما الذي تعنيه لك هذه الجائزة؟ عندما أعلنوا أسماءنا كنا مصدومين، كأن حلما يتحقق، وكنا متفاجئين جدا. أكيد هذا يعطيك المزيد من الثقة بالنفس لتحقيق مشاريعك المستقبلية، وهو يغير أيضا طريقة تعامل المنتجين معك. أحد المنتجين الذي طرحت عليه أفكارا قبل تسلم الجائزة لم يأخذني على محمل الجد، بعد الجائزة تغير كليا. يوسف هل تعمل على أي مشروع جديد؟ هل لديك أي فيلم آخر تحضر له الآن؟ حاليا أكتب فكرة لمهرجان سيول للرسوم المتحركة. هم يخصصون دعما ماليا لفيلم يتراوح طوله من 3 إلى 5 دقائق يستلهم روح المدينة سيول، وهذا ما أشتغل عليه في هذه الأيام. يوسف الخليفة المخرج العراقي والحائز على جائزة البافتا، شكرا جزيلا. تسلم، شكرا.